بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبدأ بالمحاضرة الأولى من مادة الوراثة، الوراثة الجزيئية Molecular Genetics. الوراثة الجزيئية is the study of genetic material, its structure, function, replication and expression, mutation, as well as genetic engineering. علم الوراثة الجزيئي هو العلم الذي يدرس the genetic material، المادة الوراثية للإنسان. المادة الوراثية للإنسان وهي عبارة عن 46 كروموسوم موجودين في داخل نواة خلية الإنسان، 44 كروموسوم جسد نسميه أوتوسومز، واثنين كروموسومات الجنس 6 كروموسوم اللي هي الإكس والواي كروموسوم. المادة الوراثة الجزيئية تدرس تركيب هذه 46 كروموسوم، الفانكشن الريبليكيشن التضاعف، الجين اكسبريشن التعبير الجيني اللي يشمل انه الجين يشفر الى مسنجر ار ان اي بعملية الترانسكريبشن الاستنساخ، والمسنجر ار ان اي يصير له ترجمة الى بروتين بعملية ترانسليشن بناء البروتين، ينتج لنا بروتين معين له وظيفة معينة يعطي صفة معينة في الجسم. إذا حدث تغير في تركيب المادة الوراثية للجين وحدثت الطفرة، فإنه الجين ما راح ينتج هذا البروتين ليقوم بعمل معين، مما يؤدي إلى حدوث المرض الوراثي Genetic Disease. Genetic Engineering هو الهندسة الوراثية، وهو عبارة عن التلاعب بالمادة الوراثية للإنسان واستخدام البايوتكنيكس التقنيات الحيوية. مندليان جينيتكس الوراثة المندلية in the 1860 غريغور مندل introduced a new theory of inheritance based on his experimental work with pea plants called pisum sativum. في عام 1860 قام العالم غريغور مندل قدم نظرية جديدة بالوراثة تعتمد على تجاربه بنبات البازاليا. مندل believed that heredity is the result of the secret units of inheritance and every single unit or gene was independent in its action in an individual's genome. أثبت مندل بأن الوراثة هي ناتجة عن وحدات متميزة وراثية، وكل وحدة مفردة سابقا سميت مندل سماها يونت وهي الآن اسمها الجينات، هذه راح تكون مستقلة في عملها. مندل proved that transmission genetics is the general process by which traits controlled by factors genes on chromosomes are transmitted through gametes from generation to generation. أثبت مندل بأن الصفات التريت يسيطر عليها عوامل، هذه العوامل هي عبارة عن جينات موجودة على الكروموسومات، وهذه تنتقل الجينات الموجودة على الكروموسومات تنتقل من خلال الأمشاج هي الخلايا الجنسية السبيرم والأوفم، تنتقل من جيل إلى جيل آخر. صفات يسيطر عليها عوامل هي عبارة عن جينات موجودة على الكروموسومات، هذه الجينات الموجودة على الكروموسومات تنتقل من جيل إلى جيل آخر عن طريق الأمشاج الخلايا الجنسية، تنتقل من الآباء إلى الأبناء. Genetics the study of inherited variation هو العلم الذي يدرس الاختلافات الموروثة. الجين يعني المورثات. Gene is a sequence of DNA that instructs a cell to produce a particular protein. الجين هو سلسلة من سلاسل الدي ان اي، سلسلة موجودة على الدي ان اي، هو عبارة عن قطعة من الدي ان اي، هذه تعطي تعليمات او تأمر الخلية بإنتاج بروتين معين، هذا البروتين يعطيني صفة معينة بالجسم. فقطعة من الدي ان اي هي الجين، بها شفرة وراثية
تشفر الى مسنجر ار ان اي وتعطيني بروتين، هذا البروتين يحدد لي صفه معينه بالجسم. الاليل ان الالترنيت فورم اوف ا جين، هو عباره عن الاشكال البديله للجين. الاليل نرمز له اما بالرمز كابيتال تي او سمول تي حسب التضريب. هوموزايغس، الهوموزايغس هو فرد متجانس نقي having two identical alleles of a gene capital T or small t small t، هو يملك اثنين من الأليلات المتشابهة. الهيتيروزايغس الفرد غير متجانس أو هجين يملك اثنين من الأليلات المختلفة having two different alleles of a gene capital T small. genotype الطراز الوراثي genotype the alleles combination in the individual that cause particular traits or disorders، هو عبارة عن مجموعة الأليلات والجينات للإنسان، وهذه الأليلات مجموعة جينات راح تعطيني بروتين معين. الجين يشفر إلى RNA، الـ RNA بعملية الاستنساخ transcription، ثم الـ RNA يشفر يترجم إلى بروتين بعملية translation الترجمة، ينبني البروتين. هذا البروتين يعطيني وظيفة معينة وصفة معينة بالجسم. إذا حدث تغير بالمادة الوراثية يؤدي إلى عدم تكون البروتين وحدوث الطفرة، مما يؤدي إلى حدوث الديسوردرز. الديسوردرز هي الاعتلالات أو الأمراض. الفينوتايب the expression of a gene in traits or symptoms، الفينوتايب هو الطراز المظهري، هو تعبير الجينات إلى صفة معينة. الجين يشفر إلى بروتين معين، هذا البروتين يعطيني صفة معينة بالجسم لها وظيفة معينة. إذا حدث مثل ما قلنا، إذا حدث تغير في تركيب المادة الوراثية وحدثت الطفرة مما يؤدي إلى عدم تكون البروتين وما قام بوظيفته المحددة، فراح أش يحدث؟ راح يحدث symptoms أعراض لأمراض وراثية. دومينانت السائد، الريسيسيف المتنحي، الدومينانت الجين variant expressed when present in even one copy capital T or capital T small t، الريسيسيف an allele whose expression is masked by another allele small t small t. diploid كائن ثنائي المجموعة الكروموسومية a cell containing two sets of chromosomes، خلية تحتوي على مجموعتين من الكروموسومات مثل الخلية somatic cell خلية الجسدية تحتوي على 46 كروموسوم. الهابلويد الكائن أحادي المجموعة الكروموسومية a cell containing one set of chromosomes خلية تحتوي على مجموعة واحدة من الكروموسومات اللي هي الخلية الجنسية السكس كروموسيل اللي هي السبرم or الأوفم. مندليان جينيتكس الوراثة المندلية مندلز اكسبيرمنتس تجارب مندل the first experiment التجربة الأولى لمندل. مندل took tall plants and crossed them with dwarf plants. مندل took tall plants capital T and crossed them with dwarf plants small t small t. Mendel found the first generation of offspring or F1 were all tall capital T small t. It is hybrid monohybrid because the plants differ in only one trait the height of the plant قامة النبات. When F1 plants were self-fertilized to form F2 generation Mendel found the phenotypic ratio 3 tall and one dwarf. مندل عمل تضريب بين نبات طويل capital T capital T ونبات قصير small T small T. مندل found ذرية النسل الأول ذرية النسل الجيل الأول capital T small T hybrid تكون هجين. بعدين when F1 plants were self-fertilized to form F2 generation عندما حدث إخصاب ذاتي بين الجيل الأفراد الـ F1 the phenotypic ratio 3 tall and 1 dwarf النسبة المظهرية 3 طويل 1 قصير. هنا عمل Punnett square
بونيت سكوير. هو هذا البونيت سكوير. بونيت سكوير هو عبارة عن جدول يستخدم لتتبع انتقال الأليلات عند إجراء تضريب معين. نوزع جاميتات الأب على إحدى جهات الجدول، ونوزع جاميتات الأم على الجهة الأخرى من الجدول، ونلاحظ الفينوتايبك ريشيو للتضريب. 3-2-1. Also Mendel took tall plants, but it is hybrid capital T small t and crossed them with the dwarf plants small t small t. Mendel found the phenotypic ratio 2 tall and 2 dwarf. Mendel assumed the first law of inheritance, law of segregation. Mendel قدم قانونه الأول بالوراثة, law of segregation, قانون الانعزال. قانون الانعزال. Each plant possesses two units alleles for each trait. كل خلية نبات تملك وحدتين أو أليلين لكل صفة. Alleles separate into in the formation of gametes. الأليلات هذه راح تنفصل أثناء عملية تكوين الجاميتات اللي هي الخلايا الجنسية السبيرم والأوفم. Gametes contain one allele for each trait. الخلية الجنسية تحتوي على أليل واحد لكل صفة. At fertilization, gametes combine at random. وأثناء عملية الإخصاب فإن هذه الجاميتات الخلايا الجنسية السبيرم والأوفم راح تتحد عشوائيا. The genotype capital T capital T is called homozygous dominant. الطراز الوراثي capital T capital T راح نسميه homozygous dominant. تركيب وراثي نقي سائد. Genotype small t is called homozygous recessive. تركيب وراثي نقي متنحي. Genotype capital T small t is called heterozygous. تركيب وراثي هجين. التجربة الثانية لمندل, second experiment. This experiment involves crossing organisms that differ in two traits, the shape and color of the seeds. So it is called dihybrid cross. تشمل هذه التجربة تضريب بين نباتين يختلفون في صفتين اثنتين, شكل ولون البذور, seeds البذور. لهذا سموه التهجين الثنائي, dihybrid cross. Mendel crossed plants having round yellow seeds with plants having wrinkled green seeds. عمل تضريب بين نباتين. النبات الأول عنده بذور صفراء مستديرة, والنبات الثاني البذور مالته خضراء مجعدة. Mendel found the first generation of spring or F1 were all round yellow. Round yellow. Capital R small r. Capital Y, small y. It is dihybrid because the plants differ in two traits, the shape and color of seeds. When F1 plants were self-fertilized to form F2 generation in Bonnet Square, Bonnet Square, Mendel found the phenotypic ratio 9 yellow round, 3 green round. Green round, it is new trait, and 3 yellow wrinkled. Yellow wrinkled, it is a new trait, and one green wrinkled. Therefore, Mendel formulated his second law of heredity. لهذا السبب قدم مندل قانونه الثاني بالوراثة. Law of independent assortment. قانون التوزيع الحر المستقل. قانون التوزيع الحر المستقل. Law of independent assortment considers two genes on different chromosomes. أخذ بنظر الاعتبار أنه يوجد جينات موجودة على كروموسومين اثنين مختلفين. كروموسومين اثنين مختلفين عليهم جينات, يحملون جينات. الكروموسوم اثنين من الكروماتيدات المرتبطة في منطقة السنترومير, وهذا الكروموسوم يحمل جينات على عليه. The inheritance of one does not influence the chance of inheriting the other. وراثة أحد الجينات الموجودة على الكروموسوم الأول لا يؤثر على فرص وراثة الجين الثاني على الكروموسوم الثاني. Independent assortment results from the random alignment of chromosome pairs during metaphase 1 of meiosis. قانون التوزيع الحر المستقل ناتج من
الاصطفاف العشوائي لأزواج الكروموسومات أثناء الطور الاستوائي الأول للانقسام الجنسي، بالانقسام الجنسي الميوسيس بالميتافيس 1، طور الميتافيس 1 طور الاستوائي، راح الكروموسومات تترتب في منتصف الخلية، كروموسومات تترتب بمنتصف الخلية تترتب بصورة عشوائية، بعدين تنفصل إلى الخلايا الجنسية اللي هي السبرم أو الأوفم، راح الكروموسومات تتوزع بصورة عشوائية وليس بصورة حرة مستقلة وليس بصورة مقيدة. التراي هايبريد كروس، التهجين الثلاثي، a cross between two individuals that are heterozygous for three different traits is called trihybrid cross. هو تضريب بين النباتات، هذه راح تكون تختلف في ثلاثة صفات. Mendel found the phenotypic ratio of F2 generation will be 27-9-9-9-3-3-3-1. The reason belong to the law of independent assortments، قانون التوزيع الحر المستقل، إنه الجينات تتوزع توزيع بصورة حرة مستقلة على الخلايا الجنسية ولا وليس بصورة مقيدة. يستخدم جدول، يستخدم البونيت سكوير جدول، يستخدم لتتبع انتقال الأليلات عند إجراء تضريب معين. نوزع الجميتات الأب على أحد جهات الجدول وجميتات الأم نوزعها على الجهة الأخرى من الجدول، ونلاحظ الفينوتايبيك ريشيو للتضريب. البيديجري سجل النسب أو النسب أو الأصل، البيديجري هو هذا البيديجري، is a chart that depicts family relationships and patterns of inheritance for a particular trait، وهو عبارة عن مخطط يصف علاقات العائلة وطراز وراثة صفات معينة. هو عبارة عن مخطط، هذا المخطط يصف علاقات العائلة وطراز وراثة صفات معينة، يتتبع وراثة صفات معينة، فهو جدول. هذا الجدول يحتوي على رموز خاصة، رموز خاصة. فرضا عندنا رمز السكوير المربع للميل، رمز السيركل الدائرة للفيمال، وأكو رموز أخرى مثل رموز للتوين للديد الميت. عندنا الرمز، عندنا قلنا السكوير هو رمز للميل. إذا كان السكوير بدون لون يعني معناه نورمال، نورمال. إذا كان السكوير بلون كامل على كل المربع هذا نسميه affected، affected patient أو affected مصاب. إذا كان السكوير نصه ملون نصه ما ملون هذا معناه كارير، هذا معناه كارير. ونعمل الشجرة العائلة أو البيديجري، نعملها هذه السجل العائلة من الجد إلى الأب إلى الأبناء، نتبع صفة معينة. هنا عن نتبع صفة color blindness، مرض عمى الألوان، ووراثته من الجد إلى الأبناء إلى الأحفاد. هذا البيديجري هو مخطط يعتمد على رموز معينة لدراسة وتتبع صفة معينة بالعائلة. هذا البيديجري. Therefore Mendel formulated his second law of heredity، لهذا السبب قدم مندل قانونه الثاني بالوراثة، law of independent assortment، قانون التوزيع الحر المستقل، قانون التوزيع الحر المستقل، law of independent assortment، considers two genes on different chromosomes، أخذ بنظر الاعتبار أنه يوجد جينات موجودة على كروموسومين اثنين مختلفين،
كروموسومين اثنين مختلفين عليهم جينات، يحملون جينات. الكروموسوم اثنين من الكروماتيدات المرتبطة في منطقة السنترومير، وهذا الكروموسوم يحمل جينات على عليه. The inheritance of one does not influence the chance of inheriting the other. وراثة أحد الجينات الموجودة على الكروموسوم الأول لا يؤثر على فرص وراثة الجين الثاني على الكروموسوم. Features of crossing over. Crossing over involves the breakage of each of the two homologous chromosomes by endonuclease enzymes and then exchange parts and reunion by ligase enzymes. Crossing over يشمل حدوث كسر في الكروموسومين المتماثلين بواسطة إنزيمات قطع الـ DNA الإندونوكليز وتبادل الأجزاء بين الكروموسومات، وبعدين يحدث ربط لهذه الربط بواسطة إنزيم الربط ليجيز إنزيم. Crossing over occurs during prophase 1 of meiosis in the post replication tetraid stage. عملية الكروسينج اوفر العبوث العبور الوراثي تحدث اثناء التطور التمهيدي الاول بالانقسام الجنسي بمرحلة الرباعيات التتراد ستيج. هذا الكروسينج اوفر. And thank you.